بالطبع هناك سعي دائم للوصول الى التنميه المستدامه ولكن بالطبع جاءت جائحه كورونا واثرت على هذا الهدف نتوجه الى رئيس جمهوريه مالطا فخامه الرئيس جورج فيلا ونتعرف منه على ابرز السبل لمواجهه هذه التحديات التي اثرت على التنميه المستدامه اهلا بك الدعوه الكريمه التي وجهت لي لكي اتحدث امام هذا المنتدى. ان تنظيم مثل هذا الحدث المهم الذي يضع الشباب في جوهر نقاشاته يعتبر من اهم الاحداث. لا سيما في هذا السيناريو العالمي القاتم الذي صنعته الجائحه. اتوجه اليكم جميعا من مختلف البلدان من مختلف الخلفيات الثقافيه وارى ان هذا مثال رائع لكيفيه مواجهه المجتمع الدولي لازمات تواجهنا جميعا من خلال حوار شامل ومتنوع ان الامور التي سوف تناقشونها خلال هذا المنتدى من بينها التعافي الى دور المراه والاستقرار العالمي والسلام وتغيرات المناخ والامن المائي والطاقه ومستقبل التكنولوجيا هي كلها موضوعات تأتي في وقتها أنا على ثقة من أن نقاشاتكم سوف تساهم في تبادل الأفكار على المستويات السياسية أيضا وعلى المستوى الدولي إن العامين الماضيين شهد الأزمة التي دعتنا جميعا إلى التفكر والتدبر ليس فقط في العواقب الوخيمة الاقتصادية والصحية التي وجدناها جميعا وإنما أيضا في حالات عدم الاستقرار التي ولدتها الجائحه والتي تهددت وجودنا كان علينا ان نركز على الاثر الذي كان لهذه الجائحه على الاجيال الشابه ملايين الاطفال واجهوا الاثر المدمر لهذه الجائحه وما واجهوه من اثار نفسيه خطره حينما راوا اعز احبائهم مرضى بعضهم احتاج الى الاجهزه الطبيه والادويه ولم يجدها. واعداد لا تحصى قد تضررت جراء هذه الجائحه. بالنسبه لمن كان حظهم افضل استمروا في التعليم لكنهم مع ذلك واجهوا عددا من العواقب. ليس فقط على المستوى الاقتصادي وانما تمثل ذلك في فقدانهم الفرصه للتواصل الاجتماعي مع احبائهم واصدقائهم. التعليم في كل مستوياتها الابتدائيه والاعداديه الثانوي العمليه التعليميه كان هناك حرص على ان تستمر. لكن ذلك تطلب ان يكون هناك تفاهم على نحو جديد فيما بين اعضاء العمليات التعليميه والطلبه من ناحيه اخرى. الاطفال لا سيما صغار السن كلهم تعرضوا لشكل غير مسبوق من الخشيه والخوف من ان يفقدوا احبائهم او من ان يتعرقلوا خلال هذه الاشهر التي كانت حافله بالاضطراب الكثير من الشباب احسوا بفقدان اليقين وفقدان الحماس وكان عليهم ان يتراجعوا عن حياتهم النشطة والحافلة كان هناك الكثير من الأثار المأساوية جراء الإغلاق وكان كان لذلك أثر على الصحة العقلية ولا ينبغي أن نقلل من قيمة ذلك حينما ينبغي يعني ان نضع ذلك في الاعتبار حينما نناقش تعافي ما بعد الجائحه يسرني انني اري احدي الحلقات النقاشيه سوف تكون مخصصه للاثار النفسيه والسلوكيه علي عالم ما بعد الجائحه دعونا نتحلي بالواقعيه ان الموقف كان بالفعل هشا وضعيفا لملايين ولايين من سكان العالم الذين كانوا يعانون الفقر ويحاولون أن يتمتعوا بسبل الرزق لكن جاءت الجائحة وألحقت الضرر بملايين وملايين آخرين لا سيما الفئات الأكثر هشاشة وضعفا يدعون العالم إلى أن نحدد في عالم بعد الجائحة أهداف وتفاصيل أهداف التنميه المستدامه وذلك بناء على استجابه صحيه شامله بما في ذلك العمل على توفير اللقاحات والتشخيص والمنظومات الصحيه الفاعله والتي سوف تضمن رعايه طبيه تتمتع بالجوده وللجميع وفي الوقت ذاته لا يمكن أن نتجاهل الآثار الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأثر أيضا المتمثل على حقوق الإنسان وأخيرا علينا أن نخطط لتعاف يبني ويستديم منظومة النقل العالمية وشكل من الحماية يضمن توريد السلع بشكل مستدام ويتمتع بالجود بحيث يمكن توفير المواد والسلع الأساسية من دون انقطاع والأهم من ذلك أن نتمتع بالثقة وأن نحاول أن نتجنب المواجهات والقرارات الأحادية الجانب إن الثقة في بعضنا بعضا وفي قدرات بعضنا بعضا مهمة والثقة في التضامن متعدد الأطراف وهذا يجلبني الى امر اخر اتبعه عن كثب منذ بدايه الجائحه وهو مساله انتاج اللقاحات هناك تباين صارخ في قابليه الوصول الى اللقاحات ما بين من يتمتعون بالقدره على ذلك ومن يفتقرون اليها على العالم ان يخلص نفسه من هذا الفيروس ولهذا لن يتحقق ما لم يتم ضمان توفير اللقاحات لشتى سكان العالم لكن كما تعلمون الوصول الى اللقاحات امر يتعذر تحقيقه لملايين وملايين من سكان العالم الامر لا يتعلق فقط بالمعلومات العلميه والاحصائيات هذا له اثر على موقفنا جميعا كمواطنين عالميين ينبغي ان نتاكد من ان ما من احد سوف يتغل... يتخلف عن الركب حتى في مواجهه محدوديه الموارد وفي مثل هذه المناسبات كان هناك محاولات لتوزيع اللقاحات مجانا الى الدول الاخرى التي لا تستطيع توفيرها. هناك دور للشباب ليلعبوا فيما يتعلق بالتضامن العالمي خلال هذه الاحداث. أود أن أكرر هذه الرسالة كلنا مسؤولون بينما نتوجه بالحديث إلى الشباب. هذا ما دفعني إلى تنظيم مبادره في 2016 وسته عشر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومؤسسه اناليندا نحن نعقد قمه البحر المتوسط التي تسبق فالتا. وهذا مماثل لهذا الحدث الذي يعقد اليوم، حيث نتبادل الكثير من الافكار حول التحديات التي نواجهها في حوض البحر المتوسط، ودائما ما يتمحور الامر حول الوصول الى اتفاقات على الحلول التي يكون في جوهرها التسامح والتعاون. نشعر بالفخر أن يكون ذلك منصة لأصوات الشباب وطرحا للحلول الحلول الايجابية. من واقع خبرتي أحث الشباب والكبار على مزيد من الانخراط بشكل أكثر قربا والحديث عن الأمور ذات الاهتمام المشترك. اننا شركاء في هذا الجهد العالمي لتعزيز الحوار من اجل ان نحقق التعاون الكامل والامن والرفاه والسلام واختتم بدعوه لكم جميعا حينما تعودون الى اوطانكم وفي خلال حياتكم اليوميه احرصوا على ان تستمروا في النقاش وان تعززوا ايضا ثقافه الاقناع بدلا من ثقافة المواجهة والإجبار والقهر بناء على حجج محكمة واحترام متبادل الرأي المختلف بهذه الطريقة نأمل أن تتمكنوا من التأثير الناجح على السياسات وأن تتمكنوا من المقاربة بين مختلف الشعوب والدول واضمنوا انه لن يكون هناك مساحه في قلوبكم او عقولكم للكراهيه او كراهيه الاجانب او التمييز او الاقصاء او بناء على النوع الاجتماعي او اي سبب اخر فليكون ذلك خطوه اولى نحو المستقبل واتمنى لكم مداولات ناجحه شكرا جزيلا لحسن الاستماع